أكون أعفي من أبي فنان تشكيلي ملقب بأمير القصبات من طرف مجلة كويتية، نظرا أن الأغلبية ديال اللوحات ديالي تعبر على المناظر وقصبات جنوب المغرب. ثم كذلك أنا مؤلف عدة كتب حول الفن التشكيلي مثل الصباغة من القرن التاسع عشر إلى 1945، لا بانتور دي 1900 الفرنسية، لا بانتور دي 1955، ثم معجم الفنون التشكيلية لكسي دي زار بلاستيك، ثم كذلك تأملات تشكيلية وهي ماكسيم بلاستيك، وأخيرا كتاب يعبر على رواد الفن المعاصر وهما لي بريكورسور دو لا مودرن. مشاركتي في المهرجان الثاني الدولي لابن بطوطة اللي غادي يكون من 9 إلى 12 نوفمبر 2017 في مدينة طنجة العتيقة، فغادي نشارك فيه بخمسة لوحات اللي تعبر على نفس المناظر، وهذه اللوحات ما عمرها ما تعرضت نهائيا في أي مكان. وفي هذه المناسبة نعبر على تشكراتي وتشجيعات ديالي إلى الأستاذ محمد فقاق الذي هو ينظم هذه التظاهرة الدولية تحت شعار السلام وتحت شعار الوئام بين الشعوب وبين الأمم، نظرا أن الراحل ابن بطوطة قام بواحد الجولة في عدة دول دولية لصرخات 27 سنة وقطع فيها بالضبط 200,701 كيلومتر في هذه المدة هذه كلها، وخلق واحد التلاحم واحد الترابط بين الشعوب. لهذا هذا المهرجان الدولي لابن بطوطة اللي غيكون في طنجة، فهو تيعبر على السلام وعلى الوئام بين الشعوب. وشكرا.